هناك جلسة مع أحد الرباعي الكبار أو المتبقي من الرباعي الكبار كابتن أحمد فتحي. كان من المفترض أن تكون هناك جلسة مع لجنة التخطيط النهاردة، ولكن نظرا للظروف الحالية واتخاذ قرار أمس الحقيقة بإغلاق كافة فروع النادي الأهلي، 3 فروع، وبالتالي تم تأجيل هذا الاجتماع لحين عودة التدريبات أو لحين الرؤية، عودة الرؤية بقى خلال الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل في كرة القدم المصرية خلال الفترة اللي جاية. فعشان كده تم تأجيل هذا الاجتماع ما بين لجنة التخطيط وما بين كابتن أحمد فتحي اللي دايما أو هو دلوقتي متواجد الحقيقة في العين السخنة، ومش حابب ان هو يرجع، أو يعني شايف ان هو قعدته هنا، بيني وبينكم قعدته هناك أفضل، على الأقل قدامه الدنيا هوا والدنيا مفتوحة، فبالتالي قريب جدا ان شاء الله او قريب جدا اول ما يرجع احمد مع ان شاء الله عوده الاستئناف لكره القدم مره اخرى، كل الامور تبقى ميسره خلال الفتره القادمه، ويقعدوا ان شاء الله كابتن احمد فتحي مع لجنه التخطيط، لان هناك كلام كتير يخص هذا الموضوع، كلام كتير جدا يخص هذا الموضوع. ولكن خليني اقول لحضراتكم سريعا جدا بالنسبه لاحمد فتحي، احمد فتحي موجود في العين السخنة. لجنة التخطيط كان من المفترض ان هي هتقعد مع احمد فتحي النهاردة، نظرا لان القرار اتخذ امس باغلاق كافة فروع النادي لحين لنهاية شهر مارس، وبعد كده نبقى نشوف ايه اللي هيحصل. فبالتالي لجنة التخطيط اتكلمت مع كابتن احمد فتحي واجلوا الاجتماع معاه لحين الانتهاء من هذه الامور. الموضوع بمنتهى البساطة كده عشان تبقوا حضراتكم عارفين بس. وأنا ليه بقول الكلام ده؟ لأنه الكلام اتاخد في سيناريوهات كثيرة جدا 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 خلال اليومين 3 اللي فاتوا، أصل أحمد فتحي مش عارف ماله، أصل لجنة التخطيط مالها، أصل كذا أصل كذا، الكلام ده غير صحيح. والدليل اللي على كلامي يا جماعة، أو يهمني برضه أقول لحضراتكم الدليل على كلامي، لأنه مهم جدا إن حضراتكم تبقوا عارفين إن إحنا ما بنطلعش نقول حاجة غير لما بنبقى متأكدين منها. فاللي حصل الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في التفاوض بعد كده ما بين كابتن احمد فتحي وما بين لجنه التخطيط، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. هل التفاوض وصل لمرحله كويسه ولا لا؟ هل بالفعل بدا التفاوض؟ كل ده هيبان خلال الايام اللي جايه، لكن اللي حصل ان احمد فعلا قاعد في العين السخنه، ولجنه التخطيط شافت ان بعد ما اتخذ قرار امس ان الموضوع ان 3 مقرات النادي يتقفلوا هيقعدوا فين؟ ما ينفعش يقعدوا في حته بره، في النهايه ده شيء رسمي يجب ان يتم داخل النادي الاهلي، وعشان كده تم تاجيل الموضوع لحين عوده كابتن احمد ولحين فتح الفروع مره اخرى. ايه اللي هيتفاوض؟ انا ما اعرفش، ما عنديش فكره ايه اللي ممكن يحصل، عشان تبقوا حضراتكم بس، عشان الناس تقول لي ايه اصل انت بتطلع تقول تدافع. لا انا ما بدافعش، انا بقول لحضرتك اللي حصل بالظبط بدليل. النهارده انا هتكلم على 2 من اللاعبين الكبار، 2 من كباتن النادي الاهلي، بغض النظر عن اي حاجه، بغض النظر عن اي قرار، بغض النظر عن ماذا حدث ما بين او كان قرار المدير الفني مع لجنه التخطيط ايه بالنسبه لكابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرام. هل في حد عنده ادنى مشكله ان هو يبقى فاهم